بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سبق أن تكلمنا على الآيات من قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليما خبيرا، آخر الآية الثالثة. والآن نريد أن نبين ما يظهر لنا من الأحكام التي تتضمنها هذه الآيات العظيمة. فمنها وجوب إعطاء الورثة حقوقهم التي فرضها الله لهم، وألا يحصل تصرف في المواريث بنقص أو زيادة أو حرمان كما يفعله من لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن باليوم الآخر، فيغيرون في المواريث. وكما كان الأمر في الجاهلية، كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، والآن فيه من يريد أن يسوي المرأة بالرجل في الميراث، في المسائل التي جعل الله المرأة على النصف من الرجل. فيه من الملاحدة من يريد تغيير حكم الله ويعارض حكم الله، ويريد أن يسوي المرأة بالرجل فيما لم يسوي الله بينهما فيه، وهذا من التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. كما يؤخذ من الآيات أنه كان في أول الأمر يرث الإنسان حلفاؤه والذين بينه وبينهم عهد ومواخاة، والذين عقدت أيمانكم، وفي قراءة عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فكانوا يتوارثون بموجب الحلف والجوار، ما يسمونه بالجوار. فالله جل وعلا نسخ ذلك في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وفي قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والله بكل شيء عليم. هذا فيه إثبات النسخ في القرآن الكريم. ويؤخذ من هذه الآيات وعيد من يخل بالمواريث عن مجراها الشرعي، بأن الله سيحاسبه على ذلك يوم القيامة، وأنه لا يترك يتلاعب بحقوق الناس ويغير في أحكام الله سبحانه وتعالى ثم ينتهي أمره في هذه الدنيا، بل هناك حساب ينتظره يوم القيامة، نسأل الله العافية. ويؤخذ من هذه الآيات بيان قوامة الرجل على المرأة، وأن ذلك لسببين: أحدهما تفضيل الرجل على المرأة بالاستعداد الخلقي والخلقي، فإن الله أعطى الرجل من القوة ومن الفكرة الجيدة ومن الاستعداد ما يمتاز به على المرأة، قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. والثاني أن الرجل ينفق على المرأة إنفاقا واجبا،
فدل على أن الرجل خير من المرأة، وهذه الخيرية جعلته قيما عليها، وليس قيما عليها في الإنفاق فقط، وإنما أولى من ذلك أن يكون قيما عليها في المحافظة عليها من الضياع، والمحافظة عليها من إساءة الأدب الذي لا يليق بالنساء كالتبرج والسفور والسفر بدون محرم والخلوة مع الرجل والكلام مع الرجال كلاما يطمع فيها الذين في قلوبهم مرض، وهو الخضوع في القول والممازحة والمغازلة والخروج إلى الأسواق من غير حاجة إلا من أجل أن تفتتن وتفتن غيرها. فالرجل يردعها عن هذه الأمور ويقصر قيادها عن هذه الأمور، لأنه راع عليها وقيم عليها وهو مسؤول عنها، وهي رعية استرعاه الله عليها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمرأة بحاجة إلى من يصونها ويقوم عليها ويحافظ عليها، خصوصا في أيام الفتن كأيامنا هذه التي كثر فيها الشر والفتن. يجب على أولياء النساء من آبائهن أو أزواجهن أو إخوانهن، يجب عليهم أن يحافظوا على كرامة نسائهم، وألا يتركوا لهن الحبل على الغارب كما هو الواقع من كثير من الناس. ويؤخذ من هذه الآيات الثناء من الله جل وعلا على الصالحات في دينهن والمطيعات لأزواجهن. فالمرأة إذا أطاعت ربها وأطاعت زوجها وأدت ما فرض الله عليها فإن الله وعدها بالجنة، وإذا كانت على العكس تخالف زوجها وتعصيه فيما يجب له عليها فإن الله توعدها بالنار. فقد جاء في الحديث أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فلم تجبه فإنه يلعنها من في السماء، وإذا باتت وزوجها ساخط عليها فإنها تلعنها الملائكة حتى تصبح. هذا وعيد شديد يجب على المسلمة أن تحذر منه. ويؤخذ من هذه الآيات أيضا أنه يجب على المرأة حفظ نفسها وحفظ مال زوجها إذا غاب عنها، ولا تتساهل، لأن بعض النساء إنما تحافظ على نفسها وعلى مال زوجها إذا كان حاضرا تخاف منه، أما إذا كان غائبا فإنه لا يدري عنها، فيجب أن تخاف الله عز وجل الذي لا يغيب سبحانه وتعالى، فتحافظ على زوجها. والحافظات للغيب بما حفظ الله. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.